لي شويه ها ايه استنى اليوم كله دقيقه. قتل اليوم. القضيه الاخيره والله للاسف شديد شر البليه ما يضحك والله سبحان والله شر البليه ما يضحك. القضيه الاخيره ايضا في المهبوله ايضا جريمه قتل. اسيوي هندي الجنسيه يطالب ايضا زميله له او صديقه له اسمها اللي تسميها مبلغ معين من المال. عجز وهو يطالب في هذا المبلغ الظاهر ما اعطته اياه او ما سلمته اياه او تاخرت او تنصلت من الدفع. نظرها وهي طالعه من احد المستشفيات الخاصه في هذه المنطقه منطقه المقبوله وقام وخذ السكين وقتلها وذبحها في الحال. حرب طبعا هذا الموقع ورجال المباحث الحمدي اللي كانوا لهم بالمرصاد وامانه ما عدى اكثر من 10 ساعات حضرنا المتهم واداه الجريمه وتمثل الجريمه بالكامل وهو الان في عده النيابه. اللي احب اني اقوله امام المواضيع هذه كلها يا ليت والله نصيحة يعني النقطه ما يخاف طولت عليك لا خذ لكن الشيء بالشيء يذكر ان الحمد لله ان كل القضايا اللي حصلت وان كانت خارج عن حدود مالوف وان كانت قضايا قتل غير مسبوقه حصلت في عطله نهايه الاسبوع واكثر من حادثه بينت لك اياها الا ان القاسم المشترك الاداره العامه للباحث الجنائيه قطاع الامن العام كانوا لهم بالمرصاد والحمد لله ما في قضيه من القضايا اللي انا ذكرتها افلتت من اعين رجال المباحث وهذه الحقيقه بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وبهمه كل اخواننا المواطنين معنا وتجاوبهم وبجهود المخلصين من رجال الامن اللي قاموا واللي ساهرين على الامن اللي تعقبوا مثل هذه القضايا وقدروا في وقت قياسي انه يضبطونهم ويقدمونهم للعداله. هذه رساله بان من يفكر انه يدخل في هذا الاتجاه او انه يتساور نوع من الشكوك بان رجال الامن قد يتقاعسون في المتابعه والملاحقه والضبط هذه دلائل كامله بينتها وبالصور وبالدلائل حتى تكون شاهد حي للجميع بان وزاره الداخليه ترى العين الساهره نعم على امن نعم وامان الوطن وما في تهاون فيه ولا في مساومه ولا في اي تاخير في الناحيه. والله ما اقدر اقول عميد عادل الله كثر الله خيركم وبيضت وجهنا والله يعني الواحد يقول لك اكثر ما يقول كثر الله خيركم ومشكور الله يخليك ان شاء الله مشكور عميد عادل على الله يخليك مشكور 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 يعني هذا لما نقول جهاز الدولة يتحرك من ضمن أجهزة الدولة يتحرك الواحد يحس تبون إيجابيات هذه طاقة إيجابية تحرك وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن واليوم نشوف الدوريات مرة طرحت بكل مكان مرة طرحت فكرة أتمنى أشوف نقاط التفتيش بكل مكان أتمنى وزارة الرجال الداخلية يكون بكل مكان يتواجدون وهذا اللي قاعد يحصل في جهة تعمل نشكرها الجهة الخايبة نقول أنت خايبة ويجب محاسبة المسؤولين لازم تكون هناك محاسبة على كل مسؤول في الدولة لازم نطبق موضوع المحاسبة بنروح قبل عندي أيضا مداخلة راح تكون معنا مداخلة بإذن